عليكم. أخذنا في المحاضرات السابقة موضوع الأنتي كولينرجيك دراجز أو الأنتي كولينرجيك أنتاغونيست، وحكينا على خلينا نقول كمقدمة على الستركتشرال أكتيفيتي ريليشن شيب، وأخذنا الكلاسيفيكيشن أوف أنتي كولينرجيك دراجز، وقلنا أول واحد بيهم اللي هو السولينيسياس ألكالويد اللي هو عبارة عن ناتشرال سبستانس، حكينا خلينا نقول عن الكومن يوزز اوف سولانيسياس الكالويد، ووصلنا الى الستركتشرال كونسيدريشن او الستركتشرال اكتيفيتي ريليشن شيب اوف ذا سولانيسياس الكالويد. فاذا جينا نحكي على الستركتشرال ريكويرمنت او الستركتشرال فيتشرز اوف سولانيسياس الكالويد، شنو راح نلقى بها؟ اولا السولانيسياس الكالويد هي كومنلي بريزنت از استر، عباره عن استر متكون من الكحوليك بارت وكربوكسيليك اسيد بارت. الكحوليك بارت اللي هو عبارة عن باي سايكليك امينو الكحول 3 هيدروكسي تروبان، يعني شنو؟ عبارة عن كحول بامينو جروب ويكون باي سايكليك، اللي هو هذا الستركتشر مالتي اللي نشوفه. عندنا كحول اللي هي او اتش بي، وامينو جروب هي هاي هنا امين، فصاعدنا امينو الكحول. باي سايكليك شنو باي سايكليك؟ يعني عندي حلقة اولى اللي تبدي من رقم 1 2 3 4 5 8، هاي الحلقة الأولى، والحلقة الثانية اللي تكون وياها فيوزد اللي هي 1 2 3 4 5 6 7. فنقدر نصير هذا الكحوليك بار هو عبارة عن 2 رينجز، فممكن نقول الرينجز الأولى والرينج الثانية. فالرينج الأولى اللي هي 1 2 3 4 5 8 ممكن نسميها البيبردين. فأولا راح يكون عندي السولينيسياس الكالويد هو عبارة عن إستر أو باي سايكليك أمينو الكحول خلينا نقول وذ أسيد اللي راح نرجع. نجي على البارت الأول اللي هو الأمينو الكحول أو خلينا نقول الكحوليك بارت، اللي هو هذا الستركتشر اللي شفناه اللي هو يكون عبارة عن باي سايكليك سيستم. هذا ممكن نسميه التروبين، تروبين الموجود هنا عندنا. طبعا التروبين هذا ممكن يكون راح نعرف شنو 3 اي التروب، يعني ممكن يعني مرات نسميه 3 اي تروبانول او هيدروكسي تروبين، هسه راح نحكي عنها. بس قصدي هو هذا التروبين الموجود اللي عندنا ممكن يكون بهذا الشكل، اللي اذا ناخذ الحلقه الاولى المهمه للبيبريدين اللي هي 1 2 3 4 5 8، هاي الحلقه ممكن تكون بهذا الشكل اللي نقدر نسميها بيسمونه التشير فورم، يعني اذا بالاورجانيك كيمست تذكرون التشير فورم، يعني نقول يعني الشكل مالت المفتوح. ممكن يكون ب خلينا نقول كونفيجريشن ثاني اللي هو يسمونه البوت فورم، يعني نفس هذا الستركتشر بس بدل ما الاو اتش كانت تيجي ورا راح يصير مثل البوت، فراح يصير الاو اتش ويا النيتروجين اثنيناتهم بنفس الاتجاه اثنيناتهم الاعلى، في حين بالتشير راح يكون الاو اتش للاسفل والنيتروجين راح تكون للاعلى. اللي خلينا نقول الموجود عادة او اللي يكون most common available in solenosis alkaloid هو ال chair form، يعني هذا اللي يكون ال OHB باتجاه معين والنيتروجين والCH3 تكون باتجاه ثاني. طبعا هذا لانه يكون less energy requirement، يعني stability مالته اعلى، ما بي energy عالية، فيكون يعني خلينا نقول availability مالته عالية، في حين ال form الثاني البوت ال availability مالته تكون اقل، ولو يعني ممكن يعني بس خلينا نقول يعني موجود نقدر نحصل لكن الافيلابيلتي مالته اقل. فاولا هسه بالنسبه للامين الكحوليك بارت اللي هو الامينو الكحول اللي راح يكون عباره عن اللي هو تروبين، راح يكون عندنا شنو مينلي از تشير فورم، هاي البيبريدين البيريدين البيبريدين رينج راح يكون على شكل تشير فورم. هاي تشير فورم ممكن يصير بها شغلتين، طبعا هذا يسموه التروبين. ممكن ايش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندي التقسيمات مالتها. البارت الاول قلنا انه على الاورينتيشن اوف او اتش، سواء بهذا الجهه مقارنه بالنيتروجين. نرجع النوبه على اعتمادا على الاورينتيشن اوف او اتش نفسها بحدها، اما اكسيال يعني محوريه او اكواتوريال. فهسه شوف هنا مثلا الاو اتش ممكن تكون بمستوى اتجاه الاو اتش تكون عمودي، يعني الاو اتش ويا الكربون اذا نقارنها ويا البوند اللي بين النيتروجين والكربون راح تكون تقريبا عموديه، يعني هاي تكون عموديه ويا النيتروجين والكربون، في حين بالشكل الثاني الاو اتش ويا الارتباط هاي الاو اتش تكون شبيهه، تكون
تكون تقريبا موازيه ويا من ويا النيتروجين وال سي اتش 3. فهسه اشرح سد تقسيم ثاني، انه اما الاو اتش تكون اكسيال او راح تكون عندي اكويتوريال. الاكسيال يعني راح تكون الاو اتش عموديه على النيتروجين كربون نيتروجين سي اتش 3، في حين الاكويتوريال راح تكون الاو اتش البوند مالت الاو اتش تكون خلينا نقول يعني موازيه او بنفس الدايركشن اوف ان سي اتش 3. فهسه ذول نسميهم، اذا كان عندي اكسيال اللي هو تروبين شير، الاكسيال يعني اللي تكون الاو اتش عموديه على الان سي اتش 3، فها راح نسميه التروبين او نسميه 3 الفا تروبانول او 3 الفا هيدروكسي تروبين. في حين اذا كان بالاذر دايركشن الاو اتش، فش راح نسميه؟ راح نسميه سيدوتروبين مو تروبين، اللي هو ايضا يبقى شير فوم، راح نسميه سيدوتروبين او نسميه 3 بيتا تروبانول او 3 بيتا هيدروكسي تروبين. يعني هاي الاو اتش راح تكون اتجاهاتها يعني بيتا والفا. فهسه لو نجي نلخص الكحوليك بارت، انه راح يكون عندي باي سايكليك امينو الكحول، الشيب ما توحده من الرينجز اللي هي البايريدين رينج او البيبريدين رينج راح تكون على شكل تشير فوم اللي تكون مور ستيبل. زين، وهاي التشير فوم بها او اتش، الاو اتش ممكن تكون اكسيال يعني تكون عموديه على البوند الان سي اتش 3 المستوى مالها، فهذا راح نسميه تروبين او نسميه 3 الفا تروبانول يعني هذا الفا. اذا كانت الاو اتش باتجاه البيتا فراح نسميه سيدو تروبين او نسميه 3 بيتا تروبانول او هالامور. هسه هذا ما يتعلق بالبارت الاول اللي هو الكحوليك بارت. قلنا شنو حكينا عن انه راح يكون عندي تو ستيريو ايزومرك فورم اللي هو تروبين وسيدوتروبين، وعرفنا انه تروبين وسيدوتروفين هو مجرد اختلاف بالدايركشن اوف هيدروكسيل جروب. طبعا هاي انه الدايركشن يعني هذا الاختلاف راح يكون اما ويا الاو اتش ويا النيتروجين سي اتش 3 بسبب الريجيديتي اوف ذيس بوند. يعني هذا الان يعني خلينا نقول البوند اللي بين 1 و5 والنيتروجين، هاي البوند 1 5 نيتروجين تكون هاي ريجيد ما يصير بيها فلكسيبيليتي، فلذلك هاي الاو اتش راح يصير عندي بيها سيس خلينا نقول سيس وترانسبي. عندنا شنو بعد؟ عندنا اكو هسه هذا شنو التروبين او التروبين اللي موجود هذا بالاتروبين. ممكن عندنا الامينو الكحول بارت او خلينا نقول الكحوليك بارت اللي موجود بالسكوبالامين اللي هو يسميه ممكن نسميه السكوبين، هو نفسه اللي موجود بالاتروبين او التروبين، نفسه السكوبين هو نفسه التروبين ما عدا اختلاف واحد اللي هو عندنا شنو عندي ايبوكسي جروب بين 6 و7 واكو موجود به. فهذا اللي موجود اذا كان عندي الكحوليك بارت هو السكوبين فراح نحصل على سكوبالامين، في حين اذا كان عندي تروبين راح نحصل على الاتروبين او الهايوسيامين ميكستر. طبعا نفس الشيء ام الفا وبيتا ممكن نسميه سيدوتروب سيدوسكوبين او لسكوبين. فقصدي انه عندنا مثلا اتروبين راح يكون بالكحول، هو عباره عن استر بكحوليك بارت وامينو كربوكسيليك اسيد بارت، الكحوليك بارت هو التروبين، في حين السكوبولامين الكحوليك بارت راح يسمي يكون بها لسكوبين اللي هو مجرد ب ايبوكسي جروب اللي هاي بين 6 و7 اكو عندي فد اوكسجين موجود بيه. زين، هسه اذا نجي نشوف خلينا نقول ناخذ الكربوكسيليك اسيد بارت، قلنا احنا هو عباره عن استر اللي هي السولينيسيوس الكلويد، هي عباره عن استر. فعدي التروبين اللي هو هذا الستركتشر مالت الاو اتش تكون اكسيال اللي هو الفا تروبانول او نسميه التروبين يعني مو سيدوتروبين، او اذا خلينا نقول الايزومر الثاني مالت اللي هو سكوبين اللي نفسه ما عدا بي عندي اوكسجين ايبوكسايد، فهذول اثنيناتهم من يتفاعلون ويا التروبيك اسيد اللي هو هذا الستركتشر مالته التروبيك اسيد. وراح نلاحظ انه بي فد شيء مهم، انه هاي الكربون السي اتش اللي بالاسود مرتبطه بالسي اتش 2 او اتش الاولى، هاي تعتبر عباره عن ايزومر او خلينا نقول الاوبتيكالي يعني اكتيف يعني خلينا نقول ستيريك سنتر بها، يعني ممكن تكون بها يعني فد ايزومرات تعتبر نو فور ديفرنت جروب بهم. فعندي تروبيك اسيد يتفاعل ويا التروبين او السكوبين، فممكن يعطيني الاتروبين، اذا تفاعل التروبين ويا التروبيك اسيد راح احصل على الاتروبين اللي هو الهايوسيامين مرات اللي عباره عن ماينس وبلس،
هايوسيامين، وإذا كان عندي سكوبين راح يدفع والتروبيك أسيد ويعطيني السكوبولامين اللي هو نفس الستركتر تقريبا ما عدا عندي موجود به إيبوكسي جروب بالستركتر. هسه ها خلينا نقول الستركتر، خلينا نقول اوفر فيو اوفر ذا ستركتر اوف سولينيسيوس الكالويد. يعني مين يتكون؟ يتكون من كحوليك بارت وكربوكسيليك اسيد بارت. كربوكسيليك اسيد بارت اللي هو تروبيك اسيد تيلا معده، والكحوليك بارت اللي هو عباره عن الباي سايكليك سيستم البي امينو جروب ويكون باي سايكليك، وعندي اما يكون على شكل اكسيال اللي هو نسميه الفا او اكواتوريال ويكون على شكل تشير. هسه نجي للتروبيك الاس اي ار، شنو وين المكونات اللي ممكن نغير بالستركتشر حتى نحصل على ديفرنت اكتيفيتي. التروبيك اسيد دائما هو الاستريفاينج ايجنت، وهو يكون خلينا نقول يعني از فيري سبيسيفيك فور انتي كولينرجيك اكتيفيتي، وبي فد مكان اللي هو اسيمتريك سنتر. هاي الكونفيج اللي هو هذا قلنا عنه انه سي اتش المرتبطه بالسي اتش 2 او اتش اللي هي بصف البنزين رينج، هاي بنزين رينج الاولى السي اتش اللي بصف. هاي هنا عبارة عن يعني ممكن تكون عندي different isomer optical isomer، فالconfiguration ما تكون very important. لذلك راح نشوف احنا من نجي على الاتروبين اللي هو عبارة عن شنو اللي هذا اللي نشوفه عندنا اللي الهايو سيامين والال هايو سيامين والدي هايو سيامين، هذول اثنيناتهم mixture. من يصير mixture راح نسميهم اتروبين. الاتروبين هو عبارة عن ال دي هايو سيامين، يعني negative و positive isomer of hyoscyamine. من يصير عندي ميكشر هذا الميكشر نسميه اتروبين. اذا اريد اشوف هذول التو ايزومرز اللي موجودات ال L اللي هو النيجاتيف هو يكون الاكتيف، مقارنه بال D حيكون ان اكتيف. فشنو الاختلافات بينهم بين ال L وال D؟ هو مجرد هاي ال OH، يعني هذا الكونفيجريشن مال هاي الكربون اللي بينها سي اتش 2 او اتش وناس سي اتش، مجرد غيرت مكانات او الاتجاهات مالتهن. يعني شوفون هاي سي اتش 2 او اتش مجرد غير مكانه بين هاي وهاي الاكتيفيتي انتهت نهائيا. فهذا شنو يعطينا؟ يعطينا صوره على انه هاي الجروب او هاي الكونفيجريشن اوف ذس كاربون يكون فيري امبورتنت فور اكتيفيتي. يعني مجرد ان نغير الكونفيجريشن مالته، مو نغير ستراكشر بس نغير اتجاه وحده من عندهم، راح يكون الاكتيفيتي منتهي معناته. زين، فعرفنا انه السكوب التروبيك اسيد انه يكون فيري امبورتنت، وال يعني خلينا نقول الاورينتيشن اوف ذا كاربون او خلينا نقول الكايرال سنتر اللي موجود به يكون فيري امبورتنت. زين، من نغير هذا التروبيك اسيد اذا جبنا اسيد ثاني غير التروبيك اسيد، من نغير الربطه بالتروبين او السكوبين الاكتيفيتي راح تنتهي. فش راح يصير عندنا؟ يكون هو امبورتنت، هو نفسه امبورتنت، والشيء المهم الثاني به هو الكونفيجريشن مالته. فحتى لو غيرنا الاكتيفيتي مالته راح تروح نهائيا. زين، ممكن طبعا هاي الاكتيفيتي راح تروح نهائيا، يعني خلينا نقول المين بالنيورون، بس ممكن انه بالمصل ممكن راح تزيد او تقل عن طريق التشينج اوف ذا اسيد. هسه اخذنا اول شيء نيوتروبيك اسيد. النقطه الثانيه اللي ممكن نشوفها خلينا نقول الموديفيكيشن اللي هو الكواترنرايزيشن اوف ذا نيتروجين. الكواترنرايزيشن اوف نيتروجين اللي هي هاي النيتروجين الحمراء، فهي عباره عن تيرشري امين جروب هنا، بس اذا ضفنا لها فورث جروب رابع، فش راح يصير؟ راح يصير كواترنري امونيوم سولت، وراح يكون بي بوزيتيف تشارج. فراح يصير عندنا شنو؟ راح يصير عندي تحول من تيرشري الى كواترنري. هاي طبعا ايش راح يصير بها؟ تعطيني فيريبل افكت. بالعموم الميثيليشن من نضيف مثل جروب على هاي على الاتروبين او على السكوبين، هذول اثنيناتهم البوتنسي مالت الميثيليتد اتروبين او ميثيليتد سكوبين راح تكون شبيها less potent، الاكتيفيتي مالتها راح تقل. يعني من نسوي ميثيليشن راح يقل البوتنسي. فمثل ما نشوف هنا مثل سكوبولامين او مثل الاتروبين، من نقارنه بالاتروبين او السكوبولامين راح يكون الاكتيفيتي مالته اقل. زين، ايش راح اسوي بعد الكواترنرايزيشن مالت النيتروجين؟ ممكن راح نفسها راح تقلل لي الباراسمباثيتيك بوست جانجليونيك افكت. يعني من نضيف فورث جروب على النيتروجين، يعني سوينا كواترنرايزيشن، تقلل لي ريديوس او ديكريز ذا باراسمباثيك بوست جانجليونيك افكت. مثل ما تذكرون قلنا بري جانجليونيك وبوست جانجليونيك افكت، فالكواترنرايزيشن راح تقلل البوست جانجليونيك افكت. يعني ممكن تشتغل لك انتي كولينرجيك اكثر على البوست، بات
increase the خلينا نقول ال presynaptic أو preganglionic neuron أو زيد الactivity بالganglia. يعني ممكن نقول quaternarization ممكن أحصل ب selectivity element للganglionic receptors. يعني راح يقلل على البوست بس راح يزيد بالganglionic neuron. فصار عندنا واضح إنه quaternarization على النيتروجين راح يقلل parasympathetic post ganglionic effect but increase the ganglionic effect بال parasympathetic ganglionic effect. فهاي شوية واضح يكون واحد يعني يركز عليها زين. ممكن ال quaternarization شبيهة أيضا راح يزيد لي فتشي يسمونه curary form activity. curary form activity شنو هي؟ من الكيورات أو التيوبا كيورارين إذا تذكرون بالمحاضرة السابقة قلنا إنه النيورو ماسكولار جنكشن أو النيكوتينيك ريسبتر اللي موجودة بالنيورو ماسكولار جنكشن أكو فد مادة تكون سبيسيفيك أنتاغونست اللي هي تيوبا كيورارين. فمن عندنا مشتقينه الكيوراري فورم إفكت. يعني شنو معناها؟ معناها البلوكينج إفكت on the نيورو ماسكولار جنكشن. يعني الإفكت إنه أجيب لي فد سبستانس راح يسبب لي بلوكينج للنيورو ماسكولار جنكشن. فهذا شو نسميه كيوراري فورم افكت. فهذا الافكت مالت انه بلوكينج اوف ذا نيورو ماسكولار جنكشن ايش بي راح يزداد اذا صار عندنا الكواترنرايزيشن اوف ذا امونيا جروب. يعني من نزيد نضيف جروب اضافي على النيتروجين راح يسبب لي خلينا نقول انكريز ان ذا كيوراري فورم اكتيفيتي. يعني يسبب لي مور بلوكينج اوف ذا نيورو ماسكولار جنكشن. يعني توقف الموفمنت تمنع يعني سد النيكوتينيك ريسبتر بالنيورو ماسكولار جنكشن وتمنع الافكت اوف ستايل كولين. اكو عند ديز ادفانتج اضافيه بالكوترنرايزيشن هو انه بما انه تكون كوترنرايز فهي عباره عن يعني خلينا نقول بيز تكون بروتونيتد. فبما انه بروتونيتد الابزوربشن مالته راح يكون اراتيك ان predictable. يعني الابزوربشن مالته غير متوقع ممكن يتاثر بديفرنت فاكتور. فلذلك الاكتيفيتي مالته تكون خلينا نقول يعني ان بريدكتبل او يسمونها الراتيك ابزوربشن او ان بريدكتبل ابزوربشن. في حين التيرشري راح يكون الابزوربشن مالته اسهل الافكت راح يكون عليه اقل. فالابزوربشن خلينا نقول الافكت مالته يكون بريدكتد مور ذان الكواترنرايزد دريفيتيف. بعد إذا ضفنا جروبز على النيتروجين بعدنا باقي بالنيتروجين. إذا ضفنا جروبز لارجر ذان مثل جروب يعني بدل ما CH3 راح نضيف جروبات ثانية نضيف مثلا فينيل جروب نضيف C2H5 أي شيء ضفنا جروبز لارجر ذان CH3 هاي الإضافة إذا كانت بولك جروب راح تقلل الأفينيتي فور ذا ريسبتر راح تقلل الارتباط بالريسبتر. ليش؟ لأنه عندنا خلينا نقول تو ريزن. أول شيء إنه راح يصير عندي ريبولشن هاي الإلكترونز اللي موجودة بالبولك جروب الالكترونات اللي بيه راح يكون اكثر فراح يكون ريبولشن ويا النيجاتيف تشارج اللي موجوده بالريسبتر. فاول شيء بسبب الريبولشن التنافر اللي بين الالكترونات. والشغله الثانيه ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي ستيريك انترفيرنس يعني يكون الحجم مالها كبير بما انه كبيره فمو ما راح تجي تدخل بالمكان مالته بالريسبتر حتى تسوي فتن. CH3 صغيره فممكن تدخل بالريسبتر وتثبت. في حين اذا كانت بالك جروب راح يصير عندي ستيريك افكت او ستيريك هندرنس يمنع الاتاتشمنت اوف ذا نقول الـ يعني البرودكت وذ ريسبت. هذا ما يتعلق بالاسيار. اذا نجي على البرودكتس اللي موست كمان راح ناخذهم طبعا احنا شوي ابتعدنا عن السنثيسيس وركزنا على الاس اي ار اللي هو المهم. السنثيسيس هو عباره عن اورجانيك كيمستري فابتعدنا عنه مجرد انه يعني نعطيكم خلينا نقول البارت المهم بالنسبه ما يتعلق بالفارماسيوتيكال كيمستري. فعندنا اول برودكت اللي هو الاتروبين اللي هو اعتقد كلكم سامعين بيه اللي هو عباره عن تروبين بارت ويا التروبيك اسيد ويكون الكونفيجريشن مالته هاي الاو اس تكون اكسيال وعلى شكل التشير فورم اللي حكينا عنه سابقا. هو عباره عن الاتروبين عباره عن ميكستشر اوف تو ايزومرز اللي هو دي هايوسيامين والال هايوسيامين. هذول اثنيناتهم موجودين بنسب متساويه فاثنيناتهم من يكونوا موجودين راح نسميهم التروبين. وهذا الاتروبين هو عبارة عن انتي موسكارينيك ايجنت يعني يسد لي الموسكارينيك ريسبتر. وكمان اللي موجود على شكل سولفيت اتروبين سولفيت.
اذا نجي على اليوزز مالته، نقول الكومن يوزز، ممكن يستخدم الاتروبين يعني كمدرياتيك افكت، يعني قلنا انه ممكن يسبب لي dilatation of the pupils of eye، هاي فور هنقول examination او مرات بعض الاحيان عمليات او غيرها. فايش يسوي dilatation او يمنع الكونتراكشن اوف ذا iris، يعني المدرياتيك افكت. ممكن يسوي لي reduce the respiratory secretion in surgical procedure، بالعمليات اشخاص بسبب التخدير او يعني الدراجز اللي موجوده ممكن يسوي عنده respiratory secretion، فهذا respiratory secretion ممكن يسبب له يعني خلينا نقول يعني اسفكسيا، اختناق او فشي. فش نسوي؟ ممكن ننطي اتروبين حتى يقلل الريسبيراتوري سيكريشن وبالنتيجه يمنع البلوكج اوف ذا ايرويز. ممكن يستخدم تريتمنت اوف اريثميه وبالخصوص البرادي ريثميه. يعني شنو معنى البرادي ريثميه؟ شخص يصير عنده اضطراب او عدم انتظام ضربات القلب، خصوصا بطء يعني قلبه يضل يدق على كيف. فش نسوي؟ ممكن نطي اتروبين. شو يسوي الاتروبين؟ راح يسد لي الاستايل كولين ريسبتر ويمنع الاكشن اوف استايل كولين. استايل كولين شغلته هو راح يقلل الفورس اوف كونتراكشن ويقلل الهارت ريت. فمن استخدم اتروبين راح يسد الريسبترز ويمنع الاكشن اوف استايل كولين، فيمنع البراديكاردييك افكت. ايضا ممكن يستخدم كانتيدوت فور اورجانوفوسفورس كومباوند، حكينا عنها سابقا. وممكن يستخدمونه فور يعني خلينا نقول جاي دي كومبلينز، يعني مشاكل الجاستروانتستينال تراكت، كانتي سبازموديك يعني كمضاد للتقلصات. اذا نجي للهايوسيامين اللي هو عباره عن شنو؟ الهايوسيامين هو ال L ايزومر اوف، اللي هو عباره عن يكون L ايزومر. احنا قلنا الاتروبين L وD، من ناخذ ال L بحده هو يكون نسميه هايوسيامين وهو يكون اكتيف مقارنه بالD اللي يكون ان اكتيف. اذا صاروا مكسر اثنيناتهم راح نسميه شنو؟ نسميهم الاتروبين. فال L ايزومر هو يكون اكتيف مقارنة بالدي اللي يكون ان اكتيف. فوين نستخدمه؟ ممكن يستخدمه يعني التريتمنت اوف سبازم اوف بلادر، يعني اليورناري هذول عندهم يعني رينال ستون او مشاكل بالبلادر، ممكن يستخدم كانتي سبازمودك يعني تقلصات. وممكن نستخدمه ويا النركوتيك دراجز. شو يسوي ويا النركوتيك؟ حتى يعادل، طبعا النركوتيك نستخدمها بحالة اللي عندهم بعض الاحيان انه فادرينال كوليك، عدة حصوة بالكلى أو فتشي سيفير بين. فشنطي مرات نحتاج ننطي إنه ناركوتيك دراج، أدوية المخدرة القوية المورفين وجماعتها. هاي المورفين شو تسوي؟ تعتبر سيفير أو خلينا نقول يعني very potent analgesic.